الماء روح الحياة ومنهل الكائنات، يهمي ثمينا نفيسا من مزنه المطرات، ليحيي الأرض زرعا يضر بعد موات. بئر بالماطور، مشروع الحياة، صدقة جارية عن المرحوم مصطفى سعيد مقالدة، أبو أرسلان، باقة الغربية، جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم، ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله.